هذا البرنامج يأتيكم برعاية المركز التجاري لو غراند توب شوب. الكرام، انتم اللي راكم تشوفوا فينا على قناه البلاد، نرحب بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم تراث جدادي. تراث جدادي كما عودتكم في كل مره تاخذكم الى منطقه من مناطق الوطن وتعرفكم على بعض الحرف والعادات والتقاليد اللي تشتهر بها. اليوم جولتنا قادتنا الى اقصى الجنوب الجزائري وبالضبط الى جوهره الصحراء تمنراست. اليوم رانا متواجدين في حي لاسور المعلمين بوسط مدينه تمنراست. هذا الحي اللي هو عبارة عن يضم مجموعة من الورشات أو التعاونيات المختصة في صناعة الحلي التقليدية. تفضلوا معنا مشاهدينا، روحوا ندخلوا لهذه الورشات ونتعرفوا على هذه الصناعة التقليدية. التوار قالوا طبقات، كاينين الطبقة العالية كاع كي الغداء والتايتو، وكاينين الطبقة الثانية هادو الدق غالي وهادو سقمارن يعني كل واحد كل واحد وطبقته. هادو كل واحد بالطبقة نتاعو. كاين في فرق بيناتهم؟ كاين فرق بيناتهم، احنا عارفينهم. هذاك يجي كيقول لك نسقمار، نعرفوه باش نسقمار. وهذا كيقول لك واحد سقمار، واش معناتها؟ اي طبقة انت هو؟ كيقول لك واحد سقمار. كيقول لك سقماري، يعني عرفت باش انه راه من فاميلة هاي. الحاج هنا في التعاونية تاع الصغر. أيوه. الصغر واش معناتها؟ الصغر قلت لك كاين حاجه يديروها الناس. هذا نتاع النشاط نتاع المراه، تستعملوا المراه ودير فيها الدهان والماء. هو يجي يشبه الميزان، تغطس تجبد الدهان تمشط وتجبد الماء باش يصلح الزغب لي باش تمشط شعرها. ايوه هو هذا من القديم عندكم؟ من القديميه بالك ما تلا يخلق الحاج. هذه تاع صناعه الفضه وصناعه الحلي، شحال من عام انت تخدم فيها؟ من صغري شحال كان في عمرك؟ واحد اجى 14 سنه هكاك. كان في عمرك 14 سنه ملي بديتها؟ والو، من 14 سنه بديتها من صغري. ودروك شحال في عمرك الحاج؟ شحال في عمرك؟ بالوكا راه قلت لك 66 سنة. الله يبارك، معناتها راه عمر في هذه الحرفة. أيوة الحمد لله. وتورثها على الوالد تاعك والوالد تاعك تورثها على الوالد، هو علمني. تعاونية مختصة في صناعة الحلي التقليدية بالفضة والنحاس والجلد، حتى الجلد. و تكون بالذات في صور المعلمين في تمنراست. حي معروف بالصناعة التقليدية أصلاً، متوارثة من الجدود، من الأجداد نتوعنا راهم يخدموا الحرفة هذه الصناعة التقليدية ويورثوها للأجيال. دركا هذه الحرفة يعني
خلاص ولات متاصله يعني من القديم حتى من القديم الان راكم تخدموا فيها ما تقدروش تستغناو عليها وراهي مصدر رزق نتاعكم. مصدر رزق نتاعنا يعني بها راكم عايشين. هما باش عايشين. بالك شوف بكري شوفي المعلم هذا نحن يقول اننا المعلمين قبيله المعلمين هذا قبيله المعلمين. أيوة. والمعلمين هادو ماتوا يعني القريه اللي ما فيها المعلم ما كانت حاطر بكري الخيمه ما تخلق الا بالمعلم. صح. الفلاحه ما تخلق الا بالمعلم. صح. النجاره ما تخلق الا بالمعلم. البنيه ما يخلق الا بالمعلم. كل شيء البلاد اللي ما فيها معلم راه ما كان. وانتم هنا يسموكم المعلمين. نحن معلمين. ايوه. انتم وفي الترقيه يقولوا له ينظم. ينظم. ايوه. معناتها كي كبرتوا يعني من في الاصل هكذا انتم. من اصل هكذا. من اصل هكذا. المجتمع التارقي كاين قبيله يسموها اينظن حرفيين قبيله اصلا اصلهم حرفيين يخدموا الجلود يخدموا قاهر والحوايج هما اصلهم هكذا كاين يتوارثوها الاجيال على الاجيال كل جيل يعلم جيل كيما هكذا حتى احنا توارثنا على اجدادنا واجدادنا علموها لهم اجدادهم كيما هكذا راهي النساء مختصين بالجلود صناعه الجلود والرجال مختصين بصناعه الخشب والحديد والنحاس والفضه ولكن دروك في المومو هذه تقوقعنا الكثير الفضة صناعة الحلي التقليدية بالفضة. نحن نخدموا بليد ما نخدموش بلا ماشين ولا حاجة نجيبوا لاماتير بروميير ندوبوها ندوبوا الفضة نتاعنا ومن بعد كي تدوبها تشوف انت واش حاجة بدير بها كاين البراسلي كان بيدير بها البراسلي بيدير بها مناقش كان بيدير خاتم بيدير على حسب حاجة اللي تبغيها انت تخدمها حاجة اللي تخدمها تبدأ تدق بالمطرقة هنا وتخدم كي تكمل الخدمة نتاعها دير لها لافينيسيو الحاج يعني برك وري لي كيفاش الحرفه هذه كيفاش تبدا المراحل تاعها المراحل نتاعها شوفي المعلم في النبه الاولى ايه يدير الصواطه هي الاولى ايوه نعم من بعد ايه من بعد يدير المزبره من بعد يدير المارطو ايوه من بعد يدير المقص ايوه من بعد يدير المنقاش كل حاجه وعندها الدور تاعها ايوه هادي باش ترفد الحديد كيما هاك تحطيه في النار من بعد تنحيه كيما هاك تحطيه في النار وهذا المقص اللي قطعوا مثلا الحديد هذا هو ها ايوه يقطعوا وهادو والمبرد نحن عندنا المبرد نتاعنا اللي نخدموه نحن كاين بكري وين ما كانوا هادو نتاع الماشينة كانين المبرد اللي نخدموهم نحن ما غير وثلاث الزوات ديال ليلى قديما كان اسول هذا هما مفتاح كاضنا كاضنا تاع توارق يغلقوا به الكاضنا كانت المراه الترقيه تديروا في الحايك نتاعها تديروا منها كي شغل حاجه متحوفه وطوروا حتى ولا مفتاح كيما لي سوفينير داروا في الدخله نتاع طمنراسه المفتاح يعني رمز طمنراسه المفتاح كاين حتى بالفضه مفتاح يخدموهم يديروهم هنا يعلقوهم هنا كاين اللي يخدم خاتم تلقاه يبدع خاتم يدير حاجه جديده لازم يخمم لها كاين يدير حاجه سامبل جي سهل على حساب تطلب حاجه اللي سهله تطلب نهار هذه اسهل حاجه من الصباح حتى الليل باش تجيبها ولكن الثانيين كاين تحت 3 ايام كاين ربعه كاين سمانه كاين 10 ايام باش تخدم حاجه التاريخ
اللي كنت عندي 14 سنة نخدم فيها لي علمها لي بابا و... راه ندير الدباليز نتاع نتاع العراس هذا الدباليز نتاع الفضة نتاع العراس بيس وهذا اللي نقشوا به ليعطيكم ديروا الرسومات ايوه اهل والمبرد اللي نخدموه لحنا هذا اللي نخدموه لحنا هذا نخدموه مبردون الفرشه هذه تاعكم فيها تعب بزاف فيها 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 التعب لين خلاص تعب بزاف والمشكل تاعها وين ما عندهاش تقاعد تخدم تخدم لين تعيا خلاص ذاك هو المشكل. بالنسبه على الفضه. الفضه والحلي هذه، كاين اشكال يعني تجيكم هكذا من بالكم تطبقوها؟ أيوه. كاين اشكال يعني انتم في التوارق عندكم؟ هي كاينين كاينين اشكال اللي عندنا في التوارق عندنا كل شيء كل شيء هذوك هذاك وفرص فرص بنادم. ياك كاين يقولوا لك جرة العود كان يقول لك زرة النعامة كان من يقول لك زرة السبع إشكالية وكان ياسر حوايج وكان دودة كما هذا رجنت سطر نون شجرة نسكاوة من لجنة كيفاش ذوبناها الفضة شفتيها كيفاش ضربناها يعني بالمارطو اللي انت واللي بلاكات هناك كيفاش يعني درنا الاخر دباليز الشكل هذا الدباليز نديرو الدباليز هذو الاشكال ياسر نديرو ماهوش هذا والنقش نقشوه بهذا يعني باليد كيما هكا شفتيها النقش نقص نقصها بال إذا مشاهدينا اليوم كنا تعرفنا على إحدى الصناعات التقليدية التي يشتهر بها أهل توارق بمدينة تمن راست وهي صناعة الحلي التقليدية باستعمال مادة الفضة نتمنى اليوم تكونوا استمتعتوا معنا واستفدتوا معنا أكثر نتلقى بكم في العدد الجاي بحول الله. البرنامج يأتيكم برعاية المركز التجاري لو غران توب شوب.